للحديث أكثر عن هذا الموضوع وما يتعلق باعتذار عدنان الزرفي وتكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة، ينضم إلينا عبر سكايب من هولندا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا بك. إذن بعد شد وجذب يعتذر الزرفي عن تشكيل الحكومة ليكلف مصطفى الكاظمي بهذا الموضوع، كيف تقرأ هذا التغيير النوعي لمواقف ما تسمى بالكتل الشيعية تجاه المرشحين للحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لا توجد يعني أو لا يوجد تغيير في مواقف هذه الكتل العميلة لإيران، إذا وإنما الإملاءات جاءت عبر زيارة إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإرهابي في الحرس الثوري الإيراني، وبذلك يعني تبدلت المواقف واتضحت الحقيقة المواقف بشكل تام من ترشيح عدنان الزرفي وبالرفض الكامل، وأيضا من ترشيح مصطفى الكاظمي. إذا كانت الولايات المتحدة تعطي لعملائها فسحة من التحرك، فإن الحكومة الإيرانية عبر أجهزتها الاستخبارية والإرهابية لا تعطي على الإطلاق لعملاء الولي الفقيه أي فرصة في التحرك، ولذلك تم يعني عبر الزيارة التي قام بها قاآني متلصصا إلى بغداد، قام التحالف الإرهابي تحالف الميليشيات مع نور المالكي، نعم، مع مجموعة أخرى من هذه التشكيلات الطائفية بترشيح مصطفى الكاظمي. وفي الحقيقة هنا أود أن أشير إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن في العرف الديمقراطي يجري تكليف الكتلة الأكبر بصرف النظر عن من هي الكتلة الأكبر في موضوع العراق، عندما يفشل مرشح الكتلة الأكبر، وقد سبق أن رشح محمد توفيق علاوي، عندما تفشل الكتلة الأكبر يعني صاحب القرار الذي هو رئيس الجمهورية أو من يسمى يكلف كتلة أخرى، وليس هذا لأنه سيكون فشل الكتلة وليس لشخص المرشح، وإنما فشل الكتلة كلها. هنا في العراق لأن كل المعايير مختلفة، نجد هذا الإصرار من قبل ما يسمى بالكتلة الأكبر وهي التحالف الميليشياوي على فرض مرشحهم بشكل تام ودائم. أستاذ مصطفى الزرفي في أول تصريح له بعد التنحي أو عدم نجاحه في تشكيل الحكومة قال أنه لم يتلقى دعما كافيا من الداخل والخارج، من كان يقصد بالدعم الخارجي على الرغم من أن بعض الميليشيات تقول بأنه مدعوم أمريكيا؟ يعني أنا أعتقد أنه كان ينتظر دعما واضحا وصريحا من قبل الإدارة الأمريكية وفرضا له على الطرف الآخر، ولكن هذا لم يحصل. كانت هناك تلميحات، والزرفي يبدو أنه كان يعني ينتظر تصريحا واضحا وموقفا حاسما في دعمه من جانب واشنطن، ولكن هذا لم يحصل كما نعلم. نعم، طيب نعود إلى الكاظمي الذي حاول في كلمته الأولى بعد تسلم خطاب التكليف عدم إظهار أي انحياز تجاه أي طرف من أطراف رعاة العملية السياسية في العراق وهما أمريكا وطهران. هل كان الكاظمي ليسلم خطاب التكليف لولا حصوله على رضا وموافقة أحد هذين الطرفين؟ يعني ابتداء من تشكيلة مجلس الحكم وانتهاء بحكومة عادل عبد المهدي أو نظام عادل عبد المهدي وعصابته الإجرامية، لم يكن ممكنا ترشيح أي من المسؤولين الكبار في عصابة المنطقة الخضراء دون التوافق الأمريكي الإيراني على شخص المسؤول الأول وعلى شخوص وزارته على الأقل السياديين أو في المؤسسات أو الوزارات الرئيسية في حكومته. وبالتالي لكن الآن هناك عملية استقطاب بين المحور الأمريكي من جهة والمحور الإيراني من جهة أخرى، ولذلك لا يمكن لمصطفى الكاظمي أن يرشحه تحالف الميليشيات الإرهابي
تحالف الفتح ودولة القانون بزعامة الإرهابي نوري المالكي وعمار الحكيم وغيرهم، لو لم يكن هناك يعني أوامر إيرانية واضحة بترشيحه تحديدا. نعم ولذلك يعني إظهار مصطفى الكاظمي لنفسه أنه بعيد عن الاستقطاب، هذه يعني حقيقة دعوة تافهة لا يمكن أن يصدقها أي عراقي من الشارع، ولا يصدقها أي من المراقبين أو الصحفيين ولا من العالم. العالم يعرف جميعا، وبضمنهم طبعا العراقيون نعم يعرفون جميعا، أنه إذا لم تكن الإدارة الأمريكية ترشح أو الحكومة الإيرانية ترشح، فلا يمكن لأي مرشح أن يمرر في العراق. نعم أشكرك جزيلا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل، كنت معنا عبر سكايب من هولندا.